السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ على خير وبخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم البنات جبت لكم الملاحف الصحراويه، الملاحف اللي غزالين وخارجين تاهما دابا طوندونس، ماشي غير الناس ديال الصحراء ولكن الناس ديال المغرب كامل. الناس ديال الصحراء كيلبسوهم هكا ملاحف، ولكن الناس ديال الداخل وديال وديال الوسط المغرب كياخذوهم كيعاودوا فيهم الخياطه، كيديروهم مكناد راس ديال الصيف مبردين، يعني تخدميهم عند ديال الفصاله. بالنسبه لهاد الملاحف اللي خارجين دابا، هادو اللي خارجين في هاد 2022، الالوان واعره، الموديلات واعره ما دايراش، يعني حصريه. بالنسبه للعبار ديال الملاحف البنات فيه 4 متر ونص على متر ونص، شي حاجه دي زوينه بزاف، يعني الثوب ما كيحبب ما كيطلق، يعني غير صبني لوحي في السلك ينشف وديريه عليك. المهم شي حاجه زوينه. كل ملحفة البنات تقدر دير لكم جوج كنترات ديال الصيف، وتقدر دير لكم وحده كبيره ولا وحده صغيره. المهم اذا كانوا باليدين راه غدير لكم وحده كبيره وحده صغيره ديال البنات، اما اذا كانت غديريها غير مونش ولا نص، غير نص مونش، يعني غير هكا عند الدراع ولا هكا شي حاجه عند الكتاف، راه غتخرج لك جوج. المهم راه زوينين البنات، راه كيديرهم بزاف في الموديلات، كيدير اللي كيدير لهم السفيفه في الكمام وفي الكول، كاين اللي كيخيطو خياطة عادية، وكاين اللي كيلبسهم هكا ملاحف كيصلحو للصلاة كيصلحو المهم للصيف مبرد، لأن كدوشي وكتلبسيهم، شي حاجة اللي زوينة البنات. الأثمنة جد مناسبة، هاد الملاحف من قلب الصحراء، يعني جايين من موريتانيا كيدوزو على الصحراء وبلا واسط، يعني من يد الجمال الكبير ليدي أنا. اللي بغات شي حاجه البنات كما قلت لكم سكريني ليا الصوره اللي بغات مع اللون اللي بغات وصيفطوا ليا في الواتساب. بالنسبه للبنات اللي دائما كيسولوني وكنعاود كل فيديو كنقول لهم البنات انا ما عنديش المحل ديال الجمله كاين، ولكن المحل ما تقدروا لا تقيسوا فيه لا تشوفي في يوتيوب لا والو، حيت كيكون الكونتيتي بزاف وكيكون يعني الكليه مجموعه، يعني ما غاديش تلقى بالحبه غنجيب لكم كنوري. بالنسبه للناس ديال التقسيط كنتعامل معاهم فقط في الواتساب في لي ريزو سوسيو انستغرام وفي الواتساب. الناس اللي خارج كازا كنليفريو لهم في المدن كامله كما قلت، كنليفريو في الليفت ولا في الكاميون ولا في الوسيله اللي ترضيك، الا الامانه البنات بعدوا لي على الامانه، الامانه فيها بزاف ديال المشاكل، هي سيكوريزي ما قلناش لا، ولكن البنات راه كتشد لنا الوقت بزاف، راه مين كتهزي الكوليه على بياسه ولا جوج وانتي جالسه داك الصبحيه كامله وانتي كتسني النوبه ديالك، كتصيفط الليفرور ما كيبغيش يشد لك النوبه، كيقول لك بزاف عليا انا نبقى جالسه الصبحيه كامله. وغير هادشي كامل من كتصيفطيها كديري الدفعين ديال الاستلام، راه ما كيهزوهاش بزاف البنات الله يسمح لهم، راه ما كيهزوش الكوليه، كتبقى تما 15 يوم، سيري هزيها اليوم غدا مات ليا جدي مات ليا حنا مات ليا عندنا شي حاجه، المهم كتخترق شي كتخترع شي افلام مكسيكيه لا حول ولا قوه الا بالله. كنسقو خاصني في البياسات وكنقدروا كنسقو خاصني حتى في الثمن ديال التوصيل، لهذا البنات انا كنفيتي هادشي كامل، كنسبق البنات اللي مدوزين ليا لافونس ولا مدوز ليا الخلاص كامل، هما اللي كنسبقهم والتباقي كنخليهم يعني في لا ليست اون اتون. هادشي اللي كاين حبيباتي، نتمنى يعجبكم الفيديو، غادي نخليكم مع تسمات الفيديو، والله يسر الامور، باي باي عليكم.